مشاهدينا الكرام، حضورنا الكريم عبر قناة ياس الرياضية، حيث من تتابعون هذه الانطلاقات من أرضية عاصمة الميادين ميدان الوثبة. نصل بكم إلى انطلاقة أشواط الانتاج والمنتجين، هو شوطنا السادس عشر في تعداد هذه الأشواط للأبكار خصوص هذا الشوط. وبدينا في بداية أشواط الانتاج والمنتجين، تمنياتنا بالتوفيق والناموس للجميع. نذهب مباشرة لنتعرف على الصدارة من تاتي مع المقدمة في شوط الأبكار للإنتاج. تاتي عالية، تعود الملكية محمد بن ناصر بقبي المنصوري من يقدم هذا الإنتاج الطيب مع الصدارة. ثاني المراكز الظبي وترافق عالية مع الصدارة، الظبي قنازل بن محمد بن خيره العفاري من تاتي مع المركز الثاني. المركز الثالث القادمة الواصلة في هذه اللحظات تنطلق مباشرة وتاتي نيران حميد بن راشد بن علي بن عدي الكتبي مع المركز الثالث. رابع المراكز اللي في المركز الرابع انطلاق مباشر في هذه اللحظات يقين أحمد بن حمد بن مبارك بن رغاش الشامسي مع المركز الرابع. نشوف اللي في المركز الخامس انطلاق مباشر في هذه اللحظات من نهب مكتوم بن الشيبة بن علي السبوسي مع المركز الخامس. سادس المراكز الشبلة مبارك بن حمود بن سالمين المنصوري، ومتى بنقول فزت الشبلة من القبلة من عقب ما دارت الدور يا بن سالمين مع المركز الخامس. سادس المراكز مطفية سالم بن حمد الحبروت الينيبي يتقدم مباشرة وإنتاجه مع المركز السادس. سابع المراكز اللي في المركز السابع أخيرة ناصر بن سالم بن محمد الدرعي. ثامن المراكز اللي في المركز الثامن من تاتي عالية محمد بن ناصر بقبي المنصوري، وهناك أيضا أرى اللي هي غفران سيف بن محمد بن طرشوم العامري. هكذا الأسماء، هكذا النتيجة، ولنعود إلى مقدمة الشوط، لنعود إلى المركز الأول. يا سلام، ولعوها الشوط المنتجين خماسية وسداسية مع الصدارة من النجوم الساطعة على أرضية هذا الميدان ميدان الوثبة من المنتجين بالفعل. مقدمة الشوط مباشرة الظبي، الظبي تعود الملكية لمالكها قنازل بن محمد بن خيرة العفاري، ولكن مطفية 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 سالم بن حمد الحبروت الينيبي بدأ يغير مع الصدارة ويقدم لنا هذا الانتاج الطيب مع الصدارة والقيادة. المركز الثاني، ثاني المراكز تتسلل مباشرة وتأتي بهذا الانطلاق. الشبلة الشبلة، وصلكم بن سالمين، وصلكم بن حمود وإنتاجه. يا سلام، مبارك بن حمود بن سالمين المنصوري مع المركز الثاني يقدم لنا اسم تاريخي بالفعل مع المركز الثاني. المركز الثالث الظبي قنازل بن محمد بن خيره العفاري، ومكتوب بن شيبه بن علي السبوسي قادم يقدم نهب مع المركز الثالث، ولكن لنعوده مع البدايه، لنعوده مع الصداره، لنعوده مع الشبله. فزت الشبله من القبله مع الصداره. يا سلام، مع المركز الاول مبارك بن حمود بن سالمين المنصوري مع البدايه وانتاجه، هو يتقدم الجموع. المركز الثاني مطفيه مطفيه سالم بن حمد الحبروت الينيبي مع المركز الثاني، ولكن حذاري من اللي قادمه الواعي عبد الله بن محمد بن سالم القابري، وهناك ايضا ايان سالم بن سعيد بن عويص الدرعي. وصلوا المنتجين. مقدمة الشوط الشبلة، الشبلة اللي من لكم الواعية الواعية، وخلك واعي يا مالك الواعية الأمتار القليلة الواعي عبد الله بن محمد بن سالم القابري. يا سلام، سلام الواعي، سلام سلام القابري وإنتاجه مع المركز الأول والناموس والفوز والانتصار. ثانيا إيان سالم بن سعيد بن سالم بن عويص الدرعي. المركز الثالث مطفية سالم بن حمد الحبروت الينيبي، والمركز الرابع هناك الشبل مبارك بن حمود بن سالمين المنصوري، والمركز الخامس نيران حميد بن راشد بن علي بن عدي الكتبي. هكذا النتيجة. نذهب إلى التوقيت الزمني وأثناء وصولها إلى خط النهاية. الوعي بالفعل عبد الله بن محمد بن سالم القابري قطعت المسافة في زمن وقدر التوقيت الزمني بالأمتار الأخيرة، وجهتنا من حيث لا نعلم،
ونالت شرف الفوز وناموس المنتجين بالفعل. 4:20 جز واحد من الثانية، تهانينا والناموس لملكها الواعية عبد الله بن محمد بن سالم الجابري. 4:20 4 من الأجزاء، إيان سالم سعيد سالم عويص الدرعي ثالث المراكز. 4:20 5 من الأجزاء مطفية سالم حمد الحبروت عليني. 4:21 وفاء وتماما الشبلة بارك حمود سالمين المنصوري. 4:22 جز واحد من الثانية مع المركز الخامس اللي هي نيران حميد بن راشد بن علي بن عدي الاكتبي. هكذا النتيجة لشوط الانتاج والمنتجين لناموس ناموسين، ولكن مالك الواعية قدم لنا هذه النوعية عبد الله بن محمد بن سالم الجابري. تهانينا والناموس لجميع المشاركين في جميع هذه الأشواط. كما نذكركم بصاحب أفضل توقيت زمني في هذا الصباح مشاهدين الكرام، التوقيت الممتاز، من قدم لنا التوقيت الأفضل هناك جلمود. جلمود مبارك بن محمد بن حمد المري بتوقيت زمني 4:18:03 من الأجزاء، هو صاحب التوقيت الأفضل في هذا الصباح. تهانينا والناموس لمالكه، وتهانينا والناموس للجميع.